بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. أحبتي الأكارم متابعينا مشاهدينا، أهلا وسهلا بالجميع معنا إلى الملعب الدولي في أبا، ملعب إنيمبا نيجيري، حيث لقاءات الجولة أو لقاء الجولة الثالثة من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. إنيمبا نيجيري في ملاقاة وفاق سطيف الجزائري بطل دوري أبطال إفريقيا في 2014 على حساب الكرة على اليسار ومحاولة صيفية على اليمين. فين فريقين تعود مرة أخرى هذه اللمسة بعيدة تماما أمام أورلاندو بيراتيس في جنوب إفريقيا مقابل القدر والوفاق بجبانه، مثلما هو الوفاق بنجوم من بوابة إنيمبا النيجيري الذي يواجهه اليوم في أبا، أن الوفاق يعود بزاد كاملا من أبا النيجيرية. رمجحنيت هنا يجب التمرير، أكرم يمر وأكرم يسدد دخول عديد البلدان. هذه كرة خطيرة صيفية، تسديدة في أقدام حد الآن لا في مرمى الأهلي بنغازي في الجولة السابقة لما بقوة في سماء الكرة الجزائرية. محمد لمين عمورة ليذكرنا، يعني عليك باردة يا عمورة، ما أبدع هذا الفتى وما أروع. من عمورة على أو إلى عمورة على اليمين، عرضية ممتازة وغلب الانكماش مع الرفاق، مرتدة خطيرة لو مرت قد يعني تجعل الوفاق طول. كرة خطيرة لدالي، لدالي جول التسديد، عرضية لكن بالرأس لازالت لدفاع فريق الوفاق. متسلل لقندوزي، إمكانية التسديد يا عمورة، وقندوزي وعمورة، كرة جول جول جول. تيكي تاكا الصيفية، أكنتم تنتظرون هذا اليوم؟ أكنتم تسمعون لهذا الصوت وتحنون إليه حتى تبدعوا، حتى تمارسوا هواياتكم المفضلة أمام الأقدام النيجيرية؟ خذوا هات على الطريقة الإسبانية، على طريقة الإمبراطورية الكتالونية، مرت كورة خذوا هات، واحد اثنين جيبها، أعطيها لنا، أعطيها لك، وكورة في المرمى. منصف بكرار الثاني 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 جول الثاني جول. لا لا، الكرة من إلى من الدفاع إلى الهجوم، وهي اللغة الأصيلة للكرة الجزائرية، وهي في المباراة وبكاكشي مع خديري. يا لا 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 لا، غير معقول. لا يا بكاكشي ولا يا سفيان يا خديري. ركلة جزاء يعلنها حكم المباراة، خطأ فادح ما بين الثنائي خديري وبكاكشي، ما ضيعناه من هدف ثاني كان يمكن أن يرهق معنويا وذهنيا فريق إنيمبا. خطأ فادح ما بين الثنائي بكاكشي، ويتمنى ويدعو. قلت لكم سوف تضيع، ضيعها ضيعها ولداف، ضيعها وخديرية يتألق، يكفر عن الخطأ، يعوض ما في الجزائر في 78. كرة خطيرة والمتابعة، ماذا أذكر؟ وبي الأولى، ألم تكن الجزائر حاضرة قبل كل ذلك؟ الضائعة من الوفاق وفي الهدف المسجل من بكرار وفي ركلة الجزاء بقية الدقائق، ولادابو والتسديدة السهلة ب في المنام، ما شفتهاش في المنام ولكن جيت للمباراة وعندي إحساس. نيجيريا على دفاع المنتخب الجزائري وبكمالين إنيمبا، وكروما لمسة عرضية يتدخل بها صاحب المركز السادس في الدوري النيجيري ب30 تحنيط والتدخل والبطاقة الصفراء. تضيع لمسة خلف جدار الدفاع لا بكاكشي، تحمل تحملت كأس أمم إفريقيا شهرا كاملا من هذه الجهود. جحنيت مر جحنيت والثاني، لا 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 لا، قندوزي يلا يا أحمد قندوزي العبها لعمورة قندوزي. لا لا يا منصف، لا يا منصف يا بكرار، أتريدون؟ وينطلق بها ويجد كامل هذه السهولة للعبور، ثم العدوني ما زالت مستمرة لإنيمبا. عمورة 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 ما يضيعش، عمورة يعبر، عمورة الثاني شباك الحارس، مرت كرة للقندوزي على عمورة، عبر اختل مبادرة ومر وعرق النيجيرية وكاد أن يخترق الشباك لثاني الأهداف. لا يمكن أن نرتكب خطأ آخر مثل ذلك الذي ارتكبناه على مدينة الفرولة. كرة خطيرة، تعادل. أولا دابو من غيره، أولا دابو أخطر لاعب، دابو أشهر لاعب، أولا دابو يكافئ إنيمبا بهدف التعادل بعدما ضيع ركلة الجزاء. لعبت على حدود منطقة جزاء الوفاق، أنا كنت
مأمل في أنه دفاع الوفاق من أفضل الدفاعات في هذه المجموعة، على الأقل يقدر يستثمر في الأخطاء الدفاعية لإنيمبا ويسجل بالمقابل يصمد دفاعيا. صمد لأحدكم أن يفعلها. جحنيت بعيدة 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 بعيدة، نيت تدخل حاضر والبطاقة صفراء. ويواجه الوفاق باسمه، عاد سجل هاتريك في تلك المباراة. عمورة عمورة يعبر، يمكن أن تكون لجحنيت وثنائية لعمورة. عمورة يعبر وكرة خطيرة 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 نيجيرية بهدفين لهدف، وفي نيجيريا كان متقدم حتى بهدف كرة عرض. فريق الكناري المصري أحد المدارس المصرية المميزة لواحد من أفضل لاعبي البطولة الجزائرية وقتها. جحنيت والتحضير على هناك فراغات، صار هناك وسط وكرة متاحة. يتابعونكم ويشجعونكم. رقم 7 كرة من ركنية تمر خطيرة، كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء. بكاكشي متأخر في المتابعة قبل المباراة إلى لمسة يد، عموما هي مخالفة خطيرة في حق الجنين. هذا السريع والتسديد الثاني، الثاني يأتي الثاني من توسن أومويولي. هكذا الفريق الذي لا يضيع أمام المرمى، توسن أومويولي يسجل الهدف الثاني لإنيمبا بعد هذا الخلل الكبير على مستوى دفاع الوفاق. خلل لأنه اللاعب اللي كانت عنده الكرة رقم 7 سامسون أوبيشوف مر من الأول من الثاني ثم تدارك بهذه التمريرة. شوف زيدوا زيدوا يا جحنيت، أكرم جحنيت والتمريرة البينية هذه. إنيمبا الذي واجه أتلتيك بارادو، أنا كنت حاضر في تلك المباراة، صبرنا عليها في 2009. عمورة للتعادل، الكرة لدغموم دغموم دغموم دغموم، لا لا لا، إبراهيم حشود وبيحافظ على الكرة يتفطن إليه. عمورة لأكرم جحنيت، جحنيت الفودار يبحث عن القندوي خدوهات، هنا المرور وهنا التسديدة وهنا بلمسة بينية بكرة ل وحضرت كرة لجحنيت. جحنيت والتعادل والحق. دغموم دغموم وسعدي، دغموم وسعدي، جيبوها يا سعدي جيبوها. يحاول الفريق النيجيري سامسون أوبي وخديري استلام من يوسف العوافي. تغيرت الأمور، تبدلت الحك تكتيكات وبالدفاعات. لا لا لا، مرت إلي على حدود منطقة الجزاء. التحضير لتوسين وعمر قروي. عمورة خلاص غلقوا عليه المنافذ. جحنيت جحنيت يامور يبحث عن دغموم، يسيطر على الشبان. خطيرة 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 خطيرة.